بالملعب البلدي لمدينة أزرو. أجريت المقابلة بين فريقي الاتحاد الرياضي أزرو ودفاع حمرية خنيفرة، المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد. فكان النصر حليف المحليين الذين يسعون جاهدا لاحتلال مراكز أعلى. على أرضية الملعب كلنا عازمون على تحقيق الفوز وكسب النقاط الثلاثة، إلا أن عزيمة الفريق المحلي كانت أكثر قوة وعزم على الفوز وانتزاع النقاط الثلاثة، ثم تأتى له ذلك في الأخير حيث اقتنص النقاط الثلاثة رغم صعوبة المواجهة. قجاع بن يوسف، رئيس فريق دفاع حمرية خنيفرة. بالنسبة للمقابلة، كيفاش شفتي المقابلة؟ المقابلة كانت تكتيكية، وكانت غالب على الطابع ديال الضغط النفسي للاعبين، وسجلنا الهدف الأول، تمكناش باش نحافظوا عليه بواحد الوقت طويل. انتهى الشوط الأول بفوز الفريق المحلي. من بعد راكم شفتوا الشوط الثاني، كانت سيطرة مطلقة، كان عدم التركيز، وكان التسرع ديال اللاعبين هو اللي خلى النتيجه باش يفوز فريق اتحاد أزرو. والكره هي هذه. اما بالنسبه للمشاكل، تعرفنا المشاكل، كانت مشاكل، كان ان تكتيك من الطرف ديال المكتب المسير، كان الضغط علينا قبل ما ندخلوا المباراه، وكان الضغط على الحكام. هذا كان تاثير كبير على الحكم اللي خرجت له المقابله من يديه، ودار اخطاء في حقنا بزاف، لان كما كنتو كتشوفوا راه كان ضرب الجزاء، دار اشاره انه يصفر ضرب الجزاء وعاود تراجع. هذا راجع على الضغط اللي تمارس عليه من طرف احد اعضاء المكتب المسير، اللي مع الاسف هذا ماشي سلوك رياضي، رغم ان احنا فرق الاطلس المتوسط، وكاين واحد عامل الجوار وعامل العلاقه اللي بينه وبين أزرو تاريخي، وكنتمناو هذا السلوك ما يتكررش. وحنا راه كنتمناو الفريق اللي كان مستعد بدون اساليب لا رياضيه يصعد ويمثل المنطقه احسن تمثيل. شكرا. صلاح العميري. كيفاش شفتي المقابله؟ كانت في المستوى، الا ان لي زاربيط ما كانوش في المستوى كاع ديال الشوط، ما كانوش كاع، كان تيسيف لينا حتى بينالتي، كاع كان عندنا بينالتي ما بغاش يسيف لينا على حساب الضغط ديال سميتو مكتب المسير ديال أزرو. بالنسبه للمقابله، واش يعني تعرضتوا لمضايقات ولا؟ بالنسبه للعبه لا، والجمهور لا، يعني كانت في المستوى. واه، فهذا اللي كنتمناو. فبالنسبه للعمل ديال الملعب، واش كان الملعب غير صالح كاع المباراه، كاع قامت اي مباراه ديال كره القدم نهائيا كاع في خطره. ومن هذا كنتمنى ان سميتو المكتب المسير ديال أزرو سميتو يحاولوا يطلقوا هذا التيران هذا اللي صوبوا، ويحاولوا يتسرعوا في اصلاح ديالو بالزربه في اسرع وقت، باش يبقاو حتى هما يستقبلوا ويلقاو حتى الدراري ديالهم فين يلعبوا ان شاء الله. داكشي كنتمنوا ان شاء الله. بالنسبه يعني للمقابله، جرات في واحد الجو اللي هو رياضي، فواش كتشوف انت باللي المشاكل اللي صادفتكم هنا في أزرو شنو هي عبر الطريق؟ واش كاين شي مشاكل في الطريق؟ في الطريق لا، لا وصلنا الحمد لله، كلشي بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد، ربي يخليك. يعني من هذا المنبر ديال راديو أزرو لايف، شنو كتمنى؟ كنتمنى من المسيرين، وكنتمنى لكم حتى نتوما الطاقم ديالكم، حتى نتوما نتمنى لكم حد موفق ان شاء الله، وتستمروا في هذا الشيء ان شاء الله، راه زوين ان شاء الله. ونتمنى حتى من الدراري والمكتب المسير ديال أزرو ما يبقاوش يتعاملوا بهذه الطريقه هذو بالنسبه مع الحكام، وهذا يبقاو يضغطوا عليهم بزاف. يوسف شريط، عضو المكتب المسير ديال نادي الاتحاد الرياضي أزرو لفرع كرة القدم. بالنسبة للمقابلة، كيفاش جرات المقابلة؟ كيفاش المقابلة؟ المقابلة كانت صعيبة، والفريقين كانوا عليهم ضغط كبير بجوج، بحكم أن
الفريق المتصدر والفريق اللي كان كيطاردو، كانت 5 نقاط. الهزيمه ديال نادي الاتحاد الرياضي ازرو اليوم كانت كتعني الخروج النهائي ديالو من المنافسه على البطاقه ديال الصعود. الانتصار ديالو كان كيخليه في المنافسه، وهذا الشيء اللي عطى للمقابله ديك الضغط وهذيك القيمه. يعني المقابله كي كتشوفوها يعني وصلت شي اصابات في اللاعبين؟ لا الحمد لله المقابله كانت نقيه، ما كنظن الحمد لله اللاعبين كلشي كانوا باستثناء عبد المولى ربما اللي كانت عنده اصابه قديمه كتلازمو، ربما عاود فاقت عليه اليوم، ولكن باقي اللاعبين الحمد لله كلشي مزيان. بالنسبه للتحكيم كنشوفوا باللي كانت مشاكل في التحكيم، كانوا احتجاجات على التحكيم، ربما اللي خلى الاحتجاج تكون على التحكيم، وخا حتى قبل المقابله باش نكون صريح معكم، لان الرئيس ديال الفريق ديال دفاع حمري خنيفرة هو العضو ديال لجنه التحكيم في العصبه، وسي نورمال الفريق كان مخيفان ان يكون الحكم منحاز، وداك الشيء اللي خلى ان الفريق يتخوف، وكان احتجاج حتى قبل ما يبدا المقابله، ولكن كما شفتوا الحكم دار المقابله باقتدار، وكنظن زعما ما خدا العصا من الوسط ودار مقابله كبيره، ما كان حتى شي تحيز، بالعكس دار مقابله كبيره. وكنحيي ثلاثي التحكيم اللي قاد المقابله ديال الدفاع حمري خنيفرة ونادي الاتحاد الرياضي ازرو اليوم. بالنسبه للجماهير الترا ديال الاطلسي بويز، صراحه اللي هما جزء من المنظومه ديال كره القدم في مدينه ازرو كما كنقول ديما، وكيشجعوا الفرق ديال ازرو اينما حلوا وارتحلوا. وشفتي الكثافه باش كانوا تنقلوا لمقابله افران، المقابله المشؤومه، سوء الحظ ان سوء التنظيم اللي كان تما ساهم في داك الشيء. انا كنوجه لهم رساله انهم يشجعوا الفريق ديالهم، ويشجعوا الفريق ديالهم، ويحترموا الضيوف ديالهم، لان اي سلوك خارج على الروح الرياضيه ربما يضرب الفريق ديالهم. شتي الاحداث اللي وقعت في الملعب ديال افران كلفت الفريق ديال افران التوقف ديال الملعب ديالو المقابلتين، في هذه الحاله اذا الجمهور كيكون ما خدمش الجمهور الفرقه ديالو، الو بغينا حنا الجمهور ديالنا يشجع الفرقه ويحترم الخصم، وباش يكون اللاعب رقم 12 كما كيقولوا في منظومه كره القدم. شكرا. في الختام كنشكر راديو ازرو لايف كيف العاده ديما كيواكب الانشطه ديال النادي. صراحه انا وكنقول واحد الحاجه، راه الوجود ديالكم راه كيحارب حتى التلاعب في المقابلات، راه حتى الحكام اللي كيشوفوا كاميرات كاينين في الملعب، و يعني كيعرفوا ان الاجواء كتكون منقوله، وكتسلطوا الاضواء على الفريق وكتشجعوا الفرقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم سختي المرابطي العربي، فريق لاعب فريق الاتحاد الرياضي ازرو. كما شفتوا المقابله كانت حاسمه جدا، وكانت المقابله قويه، وخا كان عندنا نقص في اللعابه، شي دراري معطوبين، شي حمراء، شي كل واحد وشنو عنده. ورغم ذلك تشجعنا ودرنا يد في يد وضربنا الماتش بداك الجهد اللي عندنا، والحمد لله غاديين في مسيرة قوية إن شاء الله، نتمنوا الخير للقدام. بالنسبة للمقابلة واش كان فيها بعض المشاكل صادفتكم في اللقاء؟ صادفتنا بعض المشاكل، عندنا نقص في الدراري، بزاف، وضحينا بشي دراري معطوبين كاع إلى آخره، والحمد لله درنا يد في يد وجاب الله التيسير، هذا هو اللي كاين. بالنسبة للطموحات ديالكم أنتم وكن ان شاء الله كان ناويين نطلعوا لاعبين على الطلوع ان شاء الله، وكنتمنوا طلوع وتكون صوره اخرى نشرفوا هذه البلاد هذه، ويكون واحد الوجه اخر، ونتمنوا الخير للقدام. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا بالنسبه لمسيره الفريق لهذا الموسم هذا، فيمكن نلخصها في جوج ديال المراحل. المرحله الاولى هي من بدايه مشوار ديال البطوله الى نهايه مباريات الذهاب، بحيث ان الفريق حقق مجموعه من النتائج السلبيه اثرت على الترتيب ديالو في الترتيب في سبوره الترتيب. لكن بعد بدايه مباريات ديال الاياب فتحسنت النتائج، بحيث ان الفريق تمكن انه يحقق 6 ديال الانتصارات متتاليه
جعلته انه يترقى في سلم الترتيب. لكن الهزيمه امام فريق افران فعكرت الاجواء شيئا ما وخلات الفريق يشك في راسه. والحمد لله اللقاء ديال اليوم اللي كيف شفتوا فالفريق قدم اداء جيد وتمكن انه ياخذ 3 بوان من فريق دفاع حمريه اللي هو فريق كيف تتعرفوا تيلعب على الصعود وتحت المرتبه الثانيه. باش نلخص لكم دابا ما تبقى من الدورات فكاين مجموعه من الفرق تتنافس على الصعود. كاين فريق الحجب اللي تحت المرتبه الاولى ب 36 نقطه متبوع بفريق دفاع حمريه وفريق افران اللي كان في هذا بالمناسبه في هذا الدوره اللي كان في كان متوقف. ثم فريق نادي الاتحاد الرياضي ازرو اللي تحت المرتبه الرابعه ب 27 نقطه والان مع هاد ثلاثه النقاط ديال اليوم فصبح الراصي ديالو 30 نقطه. بالنسبه للصعود غادي تحسموا خمسه ديال المباريات اللي هي مباريات اللي غادي تجمع الفروق ديال الصداره. خمسه ديال المباريات منها المباراه ديال اليوم لنادي الاتحاد الرياضي ازرو حسمها وربح ثلاثه ديال النقاط. تتنتظروا مباراه اخرى بعد الاسبوع المقبل اللي غادي تجمعوا ما بين المتصدر اللي هو الحجب واللي بالمناسبه فهو لحد الان راه منهزم امام فريق الاسماعيليه المكناسي. بالنسبه لينا حنا كفريق ازرو ف توجب علينا اننا نفوزوا في المباراتين اللي غادي نلعبوهم داخل الميدان ضد دفاع حمريه ثم الحجم ثم ننتظروا نتائج ديال المواجهات الاخرى ما بين ثلاث فرق الاخرى التي تنافسنا واي نتيجه كيف ما بغات تكون خاصه الا كانت التعادل فهي غادي تكون فهي غادي تصب لصالح فريق نادي الاتحاد الرياضي ازرو. نتمنوا بان النتائج تكون في صالحنا وباننا نحققوا الصعود هذا الموسم هذا ان شاء الله.